لكن دي واحد ألمس واحد أنا كان أكتب هذا الحس كقياسي سجاش نجيل كي يسدون جيل كي يقول ميلون فريسيو إنت هم باير سكتي إنا نكون نشوف فريق كرا لحساء عضو وذي كنا نشوف فريق كرا صدق حساء عضو استغفر الله العفو الحمد لله رب العالمين هذا كبدين مايو واحد الضعيف أمير الركب كل كار ما تي إن بدل ما نقول يا هن كل كار نشرك هو كلنا أورنجي أنا قال لي ما يلا سوق قابلنا لي ما يلا موضوع يلا تبعتنا لي ما يلا رجعنا لنا أي ما سوى ما وصلنا لكن الحمد لله رب العالمين أنت هذا صلي كريم ما الله هين قوة ما بقى شيء قوة قار ما بقى شيء بدل ما يهاد بدل ما يو وانك عبد الرحمن يا أنا قوم أمام يعني أئمة الكبار الذين جاءوا إلينا من الدول العربية الإسلامية واعتذر منهم أنا أقول أمامهم خطاب صدق لو كل مذول ما كان طلب هذا مذبان مهرت ما هذا بقى إلى أرد مساجد كمذبان ما كان ما هذا علم ما هذا بان علم طلب هذا مذبان أوران أو نظر دارمي ودم كان وجود علم إلى هنا نبر واقعي ونبر نبرده إذا أرد مسجد كوه عن الله إلى جزاهم الله خير إلى خير تكعب المريم خير ثويني إن وقف فارق عظيم إمام كاوين أي جليل كشعور أي نوكين أي بلد كلك كينين أنت أصبر أي تدور بغضر كحاضر كها استغل إلى إنزين حسنات كحبوبين وحي مراقق جلي أنا قصير أي مراقق جلي سنة كا أو أولي هي كتبت أو أولي هي أمهات وستاع أولي هي أول خير سنة كي البخاري كأن أخري هل كان استغل صور دعني يا أنت أو أمري أو أم بابا مري ما بقالي لو بابا ما بدأ فينا وأنا أقول لك أنها لكن الظروف كانت شرعي مناها يعني لباس قارة علماء أيلاد هنا مجرد لكن كل منهم حيت هاي لأن يسعى العلماء يكدوا أذان الدين تحمبارسني إن يكدوا أذان ذلك السوق أشعار كذا وإن كم مغطين ما تقول كم دونتي وين مغطى علم قاعد براتين حديث كان واحد كو أوقاتين هذي يوقف في دين أورنجري بسنك كربا ما قاعد ما يكربا لو قاعدة اللهم اهدنا الله ما اخري والله اخري يا والله اخري يا شيء قال ولد لما دعي ولد وحي خلافات وحي اوردن ما انت واد كوبتن ادين وانت دي ميدل بو واد غادين ميدل بالك هي كسو بخايسو ان وا واد غادين خصوصا عن القران كا اما حديثا انا ايمدي مجتهدين تاهاي سدا هم بي اركيهو ني بس هو بو اركاي مثلا دان كسو قاد حديثك اها اذا اتيتم الصلاه فعليكم مسكين والوقر وكا سوما نبي النبي عليه الصلاة والسلام أيوة أركي أو هل كان جوني صفير عدي ما كان سوري زيادة كالله الحسن لا تعد إله يكون زياديه حكون نقول يقول لا تعد قالوا وحي الضبدين أي إله لا تعد وحاقت سميسي حكون نقول قالوا وحي الضبدين لا تعدوا حصوا أردين حليكم مستكين والوقار آيهم كارك قالوا وحي الضبدين لا تعد من الإعادة من نوع لا تعد من العود من نوع حوية من الإعادة سلاس يوكل الضبديم أنت بواسر أنت بواسر بواسر ولا مدون وين مركب واحد يشام حوية إن إذا إن الآدي آد كده عشان ومض خلاف إن الكسرتان والشيطان صدق حق الشيطان وترى كنا وتوسين هاي كنا وتوسين وصلوا بس ده شيء يسألنا إن ستة وصل والشيطان
نبغى واحد خصوصاً يعني بعد ما الله كمل وذل هي العلمية عاميه ويديه وربيسن كيف حاس كرنا قاضي ويدود هل كورن لها واصحون دام كور قاضنا وسيد هذا هذا عن هوسو بيجان واصح هل كورن لها قالوا له حاس بسم الله خرافة بسم الله خرافة سبحان الله واحد واحد حسين في المدي هاي نقول لي برجع قلبيت كما هي برجع هاي أيوة تير رمضان كلا آخر يجري علمود هي قبل سين جيلين ذاك عامل آه وهي قبل سين جيلين أذكرتي قبل سين جيلين أشهد أن لا إله إلا الله هي قبل أورن جيلين يا الله ما إنك عفو كريم بكتب أخي جيلين شيخ الصلاة دي من غير كل رب حي أي إمام كي قاضي والرجل يدري نوح أقي هاي أنه لا يدري إن أقي أي أقي أقي هاي كان وخبرها ليوفى إليه والرجل مضنا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري حنا يقعنا إنه حيقعنا اسمه موجود هو ما كاسين وحوي حلم رمينا أو مر إحنا الله الله قريب أنا هذا الكي أن يرينين أو هذا كمحيرين ساي قبل أن أرنين وحن علم هذا قدر داري أن هذا قدر داري إن إذا إن الخلاف كيسكاي على صار إن ضوء أركتار النصوص هي أحاديث تاسي أئمام مجتهدين هي إن البحثيين أو إن بصوت وحنقول ختمة يا قصة بين الوسطاء قضاء علماء عن أن شيء جاي نبغى وح مكاف ورث المي أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن سبرمة ومن كبار اللي سو قاري تأجل أتابعين تسو قاري ووناء فقهاء سبع عين وذي دمي هي هاي مكاسو سؤال بويدي سؤال شاعر ليس ما تقول أبو حنيفة كسر ركولي ما تقول في بيع وشرط ما حد رمبول البيع هي شرط ما حد رمبول مركز سوري البيع باطل وشرط باطل من قاول ترى هذا أقل كائن كائب سري لكن السنة بند جنانية بيع نوا باطل شرط نوا باطل ابن أبي الليلة أيوي مدي مركز سوري ما تقول ما حد رم في بيع وشرط مركز سوري البيع الصحيح والشرط باطل بيع وراء صح شرط جنبا باطل ابن شبرمة أيوي مدي مركز سوري ما تقول في بيع وشرط مركز سوري سوري البيع جائز والشرط جائز الله سبحان الله فقهاء العراق سألتم مسألة واحدة واختلفوا فيها ثلاثة أوجه أبي حنيفة قصر مغضيولي ما مستندك فيما تقول عن جوابي مركز سوري قال أنا ثبت لدي أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن بيع وشرط حديث كان سأكتب عن قصر نادي ورضا كان مؤجب ابن أبي الليل ويبدي فقال سيقول ما مستندك فيما تقول وها أدل هذا المحاضر اسكني سابق فقال سيقول ثبت عندي أنه في حديث ذكر له حديث عائشة أو نبي يقول استر واشتردي لهم الولاء فإنما الولاء لمن فإنما لمن أعتق أفتح ريوم ولا هي هذا دونه فريدة يفعل هذين فنكايبين إنا لكن ولا هي ذي حقالي سيئة أنا وأنه يران فرسو النبي قوي كيب سوء ونشرد وحي دونيا فإنما الولاء لمن أعتق أفتح ريوم با يران دونه فقال أي مضيعي مدول مدنا مدك كذا مورا من سحمها مدول بكوكو لا ما مستند محاضر عسكتي لكن هو ورا راي من الناس مستجوبا أيه توصي الله يبارك الله يبارك
إلهي وفقنا إن الجبر يا أمان الله الله يمرض عزيز في خصوصنا وفي الجامعة سوى خليه سباب المسلم في صوته وكتابه وقوله وقفه وقلبه وعيه قفه المسلم لا علم سوى خاص لما عيلاين تقال أطلق تقال من فعامة وقال لبه حتى كانت عبوه لبريد راني صحيح